حياكم الله لما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكدت اللجنة المالية النيابية حصول تلاعب بالموازنة بعد التصويت على جداولها في البرلمان، وبيّن عضو اللجنة جمال كوجر عدم معرفة الجهة التي تلاعبت بالموازنة، موضحا أن المبلغ الذي تم التلاعب فيه يبلغ 12 تريليون دينار، مطالبا بضرورة فتح تحقيق بالموضوع. وأضاف النائب كوجر أن موازنة الإنفاق تبلغ 211 تريليون دينار، لكن الجداول التي وقعت من رئاسة البرلمان وأرسلت إلى مجلس الوزراء تقرأ 226 تريليون دينار. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي لتصل إلى أكثر من 274 مليون دولار في مزاد بيع العملة مقارنة بمبيعات الأسبوع الماضي. قال البنك المركزي أنه باع في مزاده أكثر من 274 مليون دولار أمريكي، غطاها بسعر صرف بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية والحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي. توقعت لجنة النفط والغاز النيابية إقرار قانون النفط والغاز المعطل منذ 19 عاماً، مشيرة إلى أن تأخيره جاء بسبب كونه ورقة ضغط سياسية مستخدمة طوال السنوات الماضية في تشكيل الحكومات المتعاقبة. وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي إن القانون يعد أهم القوانين المعطلة، مشيرا إلى تشكيل لجان بين بغداد وأربيل، لكن إلى الآن لم ترسل الحكومة النسخة النهائية إلى مجلس النواب أو لجنة النفط. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي. وبحسب الإدارة فإن صادرات العراق النفطية كانت الأقل، إذ بلغت 150 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 70 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 220 ألف برميل يوميا. شهدت العملات المشفرة ارتفاعاً جماعياً، حيث قفزت عملة بيتكوين بأكثر من 3% خلال التداولات مقتربة من مستوى 70 ألف دولار بعدما تلقت دعماً من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب. وكان ترامب قد قال عن بيتكوين يوم السبت أمام نحو 20 ألف مستثمر في العملات المشفرة، قال إن الولايات المتحدة يجب أن تهيمن على هذا القطاع وإلا فإن الصين ستفعل ذلك. ووعد ترامب بإنشاء مجلس رئاسي للعملات المشفرة وإقالة رئيس البورصة الذي يعرقل هذه العملات. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.